ما بيعرفش يبقى أراجوز أو شوي، انه فهو يستاهل مكانة احسن بالظبط هيوصل لها ان شاء الله هيوصل السنة لها دي. 2023. حلو. اوكي. بعد كده الميزان، الميزان اهو. اهلا، نورت المحكمة. برج الميزان عنده مشكلة وهي يا ستار، يعني بداية الكلام هو عنده مشكلة من اولها كده. هقول لك، لا ما عندوش مشاكل ولا حاجة، بس هو تفكيره في مشكلة. هو بيبقى مثلا مستني خمس حاجات، لو جم حاجتين او ثلاثة يبقى ما جاش حاجة. كآبة. تمام، كملي. اوكي. لان هو لما بيجي يفكر ويعمل حاجة، احنا بنبحث عن الكمال، الكمال اللي لوحده. اوكي. فهي لما بتيجي تعمل حاجه، هي شاطره ست الميزان وراجل الميزان الاثنين من الابراج الذكيه، بس راجل وست. اوكي. ايوه. يعملوا من الفسيخ شربات، وعندهم حضور وسرعه بديهه ورد جاهز وكل حاجه موجود. اوكي. ومن احسن الناس رجاله الميزان اللي يعمل الكذبه الكامله. يا ساتر، ما تمسكش عليه غلطه. اوكي. ست الميزان بقى وراجل الميزان عندهم مشكله زي ما انا كنت بقول من شويه، هم عايزين خمس كل حاجات حاجة لو ما حصل يعني. عايزين كل حاجه، يعني لو جات لهم حاجتين وثلاثه لا، يبقى هم ما فيش حاجه حصلت، ويقعد يقول ما فيش حاجه حصلت. اوكي. لكن لا، بيحصل لهم حاجات. بس كويس ان هو يدي نفسه طموح ويدي نفسه طاقه ايجابيه ان هو عايز دايما افضل يعني. اوكي ماشي، بيبقى حلو وطموح وكل حاجه، بس النهارده ارضى عشان ربنا يرضيك اكتر. ارضي بقى، ما تعترضش. مش انت بقول انا بقول للناس اللي بتتفرج علينا يعني نرضى. اوكي. نيجي بعد كده لبرج العقرب. يلا. برضو العقرب هي برضو انا ملمسه عقرب. عقرب كل الابراج هتلاقيني كل حاجه حته كده. هي قايمه بكذا دور. برج العقرب، ست العقرب هي اللي هتبقى اكتف اكتر من راجل العقرب، لكن يمكن نقول اللي من الابراج الاقل شويه. مش اقل حظا ولا حاجه، بس دماغها هي اللي حطاها في الحته دي او في الدايره دي. العقرب، العقرب ما يتخافش عليه، راجل وست اذكياء جدا جدا برضو. هو شبيه للميزان او هم شبه بعض في حاجات كتير، ما يتخافش عليها، بس لو غيروا طريقه فكرهم وركزوا، لان هما دايما عندهم زحمه، لو ركزوا في حاجه هيحصدوا اسرع واكتر. اوكي. فهم محتاجين ان هما يرتبوا اوراقهم، يركزوا في حاجه واحده يخلصوها ويكملوا بعد كده يخشوا على اللي بعديها. تمام. لكن الزحمه مش هتخلصهم على، مش هتخليهم ينتبهوا. بلاش دوشه في الدماغ يعني. بالظبط. نيجي بعد كده للقوس. القوس من الابراج اللي اوكي جدا وعندها حصاد، او فكرهم برضو فاجئونا من السنه، من اخر السنه، من 21 و22 فاجئونا جدا بان هم بعدوا عن ناس كتيره وغيروا طريقه تفكيرهم وطريقه حياتهم، فابتدوا يحطوا رجليهم على 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 طريق حلو. بنت القوس عندها ارتباط هيحصل فعلي. اوكي. عندها عمليا وعاطفيا وماديا، قوس راجل وست عاطفيا وماديا عندهم جواز، عندهم ارتباط، عندهم ماديات، عندهم شغل كويس. شغل كويس، فكله عندهم حلو. برج القوس نيجي للجدي، ده برضو من الابراج اللي فاجئنا زي السرطان، اللي هو ما بيخاطرش، ما مش بيحاول يعني يعمل حاجه جديده، يعمل حاجه جديده، هو روتيني بحيث ان هو موظف بيعمل 10 حاجات هم. فاجئنا في 2022 ان هو ابتدى يخش في حاجات تانية جديده، او ياخد كورس في حاجه، او ياخد شغل في حاجه، او تريننج في حاجه. دي كان